أيها المزارعون في جميع دول الخليج والسعودية، لأن صرنا إذا قلنا دول الخليج يعنون بس الدول الخمس اللي على الساحل، السعودية ودول الخليج، أزرعوا التيل لتحصلوا على الملايين، تكاليفه قليلة ومبيعاته عالية والسوق يبلع، مهما زرعتوا ما راح تغطون شيء. والتين أنا يعني ما أقول خبير فيه، ولكن من مجال تسويقي ومجال تجاري أنا خبرته وعرفته وعرفت أنواعه، ولم أخفي سر عليكم. أنا ما عندي قروش ولا عندي مزرعة، ولكن أحب النصيحة للمسلمين نحصل إن شاء الله على البركة والأجر. فهناك أنواع تنتج الشجرة بعمر 5-6 سنوات فما فوق، إذا هي تنتج بعض منها وسنة، لكن نتكلم بالإنتاج التجاري تنتج 100 كيلو، 90-80 كيلو، 120 حسب الماء، كل ما صار الماء حلو أقل من 2000 زين للتين. وأيضا حسب العناية، إذا كان يستخدم رشاشات أيضا يعطي منتج يعني محصول أكثر. وفيه تين تزرعه ونفس الخسارة، يعني ماء وتسميد وعمال وكل شيء، ما ينتج لك 8 كيلو في الموسم، ولو دعايات يعني تشوف شكلها كبير وكذا، لكن اسأل عن الإنتاج دائما. وأنا ما أخفيت سر، أنا ذكرت إنتاج كل نوع تقريبا، وزعالة والناس اللي عندهم أنواع لأنهم يبغون يبيعون شتلات، وأنا ما يهمني، ما عندي إلا الصدق. وأيضا تقدرون تحطونه مجفف، هذا شوف التين من عند الفايز هنا مجفف زي اللي يجي بالسوق من ألذ شيء. أيضا تقدر تحطه مربى، في منتجات كثيرة من التين.